وسحور رمضان ما يحلاش غير بطبق الفول، طبق الفول المحوج او طبق الفول الاسكندراني. ونخلص الفول انا مش مسؤول، كل سنة وانتو طيبين، وهنحضر مع بعض طبق السحور اللي هو الفول. تعالوا بقى نعمل شوية فول يستاهلوا بقكم، ولا هنعمل الفول في الدماسة ولا في حلة الضغط، هنعمله في الحلة العادية خالص، عشان كل اللي مش متوفر عنده دماسة او حلة الضغط يبقى سهل عليه، هيطلع زي الزبدة. معايا فول طبعا نقعاه من بالليل لغاية الصبح وغسلاه كويس جدا، ومعايا كوباية فول مدشوش زي ما انتوا شايفين في الفيديو، ومعايا كوباية عدس اصفر غسلها كويس جدا ومصفيها، ومعايا جزرايه مبشوره وطماطمايه مبشوره. طبعا الاضافات دي عايزه اقول لكم ان هي بتطعم الفول وبتدي له طعم خطير. الليمونيه دي اساسي عشان ما يسودش معانا الفول. وننزل بقى عليه بشويه الميه بتوعنا، ميه عاديه خالص من الحنفيه. عايزه اقول لكم ان دي طريقتي المعتاده اللي انا بعمل بيها الفول على طول، عمري ما بغيرها. هننزل بقى بمعلقه بابريكا كده بتدي له لون احمر وتحفه، وحط عليها معلقه كركم بس مش اكتر من كده. نقلب بقى ونبدا نرفعه على النار. عايزه اقول لكم ان هو بيطلع زي الزبده، وهتشوفوا معايا في الفيديو طالع زي الزبده وزي السكر. حطيته على النار اهو زي ما انتوا شايفين، وزي ما قلت لكم النهارده مش هنعمله في الدماسه، وهيطلع معانا مستوي زي السكر. اهم حاجه اول ما نغلي نوطي عليه خالص زي الشمعه. بصوا الفول غلي معايا اهو، هوطي عليه خالص شمعة، لو عندك شياطة كمان حطيها تحت الحلة. تعالوا بقى نحضر عبال ما الفول يستوي، نحضر شوية طحينة كده لزوم بقى ايه التحابيش البشاميل. طبعا لازم نعمل ايه الطحينة، الطحينة بتدي طعم حلو قوي الفول. طبعا معايا نص كيلو سمسم، ومعايا كوبايتين دي وكوباية فول سوداني. فول السوداني برضو لو مش حابين تحطوه مفيش اي مشكلة. هنبدأ نديله تشويحة بس على النار، مش هنحمصه خالص، احنا هنخرج الرطوبة من عليه. واللي وصل معايا لحد هنا قول لهم يا عاصم يحط ايه؟ حط لايك. حطوا ايه؟ لايك. عاصم قال لكم اهو حطوا لايك، لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك كده وكومنت حلو زيكم. وننزل بقى بكوبايتين الدقيق، يا دوبك بس نخرج الرطوبة منين؟ الطحينة، من السمسم والدقيق. وننزل بقى بكوباية الفول السوداني. السنة اللي فاتت عملت الطحينة من غير سوداني، السنة دي بقى هنعملها ايه بالسوداني. هنخرج بس الرطوبة منهم مفيش دقيقتين ونرفعهم من على النار، احنا مش عايزين نحمصهم، احنا عايزين بس نخرج الرطوبة. وطبعا الفول ما يحلاش غير بالطحينة والدقة. هنعمل بقى ازازتين الدقة والفول، اللي هم ازازتين الدقة والطحينة اللي هم بيتحطوا على الفول زي ما بيعملوا في عربيات الفول بالظبط. طبعا احنا واخدين الوصفة دي من عم جمعة، عم جمعة صاحب اشهر عربية فول عندنا من السنة اللي فاتت، هو اللي قايل لي على الوصفة الحلوة الخطيرة اللي هنعملها للفول دلوقتي. هنا بقى خلاص شوحت الدقيق مع السمسم مع الفول السوداني، هنبدأ بقى نطحنه في المطحنة وارجع لكم تاني. اي مطحنة عادية خالص بتاعت الخلاط. بص انا طحنت اهو في المطحنة خالص ناعم اهو. هنبدأ بقى نحضر ازازة الزيت، اهم حاجة الزيت بتاعنا يكون حلو ملوش ريحة خالص، علشان يطلع الطحينة ريحتها حلوة طعمها حلو. نحضر بقى الخلاط او الكبة، انا هعمل في الكبة بتاعتي. هنزل بقى بشوية زيت، طبعا ايه يعني نص كوباية كده، وابدأ احط شوية سمسم ودقيق وسوداني من اللي احنا طحنهم حبة كده، ونخلط مع بعض ونضربهم، نحط الزيت ونضرب ونعمل احلى طحينة. طبعا انتوا عارفين الطحينة غالية جدا، وانا قررت ان انا ما اشتغلش من بره خالص. انتوا عارفين الكيلو وصل لكام يعني مبلغ ولا وقدره، فنعملها في البيت. بص مش هتاخد مننا مفيش 10 دقايق ونكون عاملين احلى طحينة بجد بكمية كبيرة جدا، وهتشوفوا معايا في الفيديو من نص كيلو سمسم طلعنا بطرمانين حلوين قوي ما شاء الله. اهم حاجة ان احنا نضرب كويس جدا عشان الطحينة بتاعتنا تبقى ناعمة وحلوة. خلص بقى الكمية كلها وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا هنا بقى طحنت كل الطحينة بتاعتي، هحط عليها بس رشة ملح عشان نسيت احط الملح بتاعي، لازم تحطي عليها رشة ملح كده صغيرة، واضربها تاني. وبعد كده بقى نعبيها في البطرمانات وتبقى جاهزة معانا بقى نعمل بابا غنوج، نعمل سلطة الطحينة، نحط طحينة على الفول، فهنحتاجها كتير قوي. بصوا بقى عمل الكمية قد ايه، من نص كيلو بس طحينة سمسم، نص كيلو سمسم عمل كل الكمية دي معانا. طبعا مش هسيب حاجه في الكبه، لازم انا اشيل كل الطحينه اللي فاضت معايا، نزل كل كده كله لان الطحينه غاليه. وزي ما قلت لكم القوام زي ما تحبوا، يعني عايزاها اتقل من كده ما تكتريش الزيت، عايزاها اخف من كده زودي زيت كمان.
هجيب بقى البطرمانات بتاعتي. البطرمان ده كان بتاع السنه اللي فاتت برضو، كنت عامله فيه الطحينه. اهم حاجه ما يكونش مبلول ويناشف كويس جدا، وابدا بقى اعبي الطحينه بتاعتي في البطرمانات. بص بقى عملت معايا بطرمانين حلوين قوي، ما شاء الله ما شاء الله، عملت كميه وفيره معايا من نص كيلو. ونجهز بقى ايه الطحينه بقى كده للفول، لبابا غنوج، لسلطه الطحينه، حلوه قوي. يلا جربوها كده وقولوا لي رايكم في الكومنتات. تعالوا بقى نعمل الدقه، نعمل شويه دقه كده للفول. عم جمعه هو اللي قاعد ده، هو اللي قال لي على السر الخطير اللي بيعملوه في العربيات. معايا كوبايه عصير ليمون، معايا كوبايه كزبره، ومعايا كوبايه هريسه فلفل. هاخد بقى اطلع البذر كده، وقع معايا كام بذريه، ومعايا شويه خل، نص كوبايه خل كده. هنزودهم بقى بنص كوبايه ميه، وننزل بالهريسه الفلفل الاخضر دي، وننزل بقى بالكزبره الخضراء بتاعتنا، ونحط بقى التوابل، ونعمل كده شويه دقه. يفضل الازازه دي معانا كده طول شهر رمضان. احط بقى الملح بتاعي، واحط الكمون والكزبره، ونحوج الازازه كده، ومعلقه شطه دي سبايسي، اللي مش عايزها ما يحطهاش، بس لازم الفول يبقى سبايسي الصراحه. وكده كنت بدوق بقى اشوف الدقه محتاجه ملح ولا لا، لقيتها بقى محتاجه شويه ملح، هتزودت لها ملح، وكده ملحها مظبوط. نعمل طبق الفول، ما نحتاجش خالص ان احنا نقعد نوضب ونعمل، لا، على السحور نحط الطبق وشويه الدقه وشويه الطحينه، وهنا الازازه جاهزه معانا. بجد كانت خطيره وريحتها خطيره. تعالوا بقى نعمل الطحينه. مفيش، هناخد معلقتين طحينه خام كده من اللي احنا عملناهم، ونزودهم شويه ميه، ونحط بقى عليهم توم باودر، كمون، ملح، شوية خل، ونعمل بقى شوية ايه الطحينة الحلوين دول، ونحط عليها شطة تاني. انت عارفين انا بحب الحاجة اللي سبايسي. بس وتبقى الطحينة معانا جاهزة، هحطها في الازازة، ويبقى اهم ازازتين معانا على السحور جهزناهم عشان نعمل الفول، احلى طبق فول بجد هتاكلوه. النهاردة هنعمل بقى زي ما قلتلكوا فول اسكندراني زي السكر. بص بقى الفول بتاعي اهو خلاص، كان خد ساعتين ونص بالظبط على البوتاجاز. هنا بقى قلت اخد بريك كده فاصل، واعمل لي كوبايه كوفي ميكس اشربها كده وانا واقفه، لان انا كنت خلاص بقى تعبت. عقبال ما الفول بتاعي خلاص كان فاضل له سيكه ويكون استوى، قلت اشرب كوبايه الكوفي ميكس، وبعد كده نعمل بقى الفول الاسكندراني كده، ونعمل فول هتشوفوا معايا دلوقتي. بصوا بقى هنا كنت بوريكم انه خلاص الفول استوى، خلاص الحبايه خلاص طريت خالص معايا، ولونه وطعمه عايزه اقول لكم انه احسن من العربيات. بنجيب بخمسة جنيه من العربيه، عايزه اقول لكم انهم بيطلع بعلقتين ما بيكفيش، عشان تجيبي دلوقتي لازم ب 15 جنيه فول عشان نعرف نصحها. شوفوا احنا بقى عملنا كميه قد ايه. تعالوا بقى نعمل الفول الاسكندراني. بجد الفول اللي انا اكلته عند وحيد، لو تفاكرين الفيديو ده، عربيه وحيد اللي هو فرانسيس، بجد كان عاجبني قوي، قلت لازم اعمله لهم في البيت. هحط بقى طبق الفول كده، وانزل عليه بالدقه الحلوه اللي احنا عملناها مع بعض، ومحضره بقى بصلايه كده مقطعاها مكعبات، ومعايا شويه فلفل هلبين وشويه زيتون. هو ده الفول الاسكندراني اللي كان عامله وحيد وعامل قلق وضج عليه، قلت لازم اعمله لهم في البيت. ومن على الوش بقى نحط شويه طحينه، طبعا مش محتاجين بقى ولا نحط ملح ولا كمون، كل حاجة جاهزة في الازازة معانا. هي بقى دي احسن حاجة في الازازة، ان هي تبقى جاهزة معانا. تعالوا بقى الطبق التاني، هنعمل فول مطحون، طبق كده وطبق كده. الفول المطحون برضو بيبقى حلو قوي قوي قوي، نغير كده على السحور، مرة اسكندراني، مرة بالطماطم، مرة نطحن الفول، نجدد لهم كده بقى. الفول ده اساسي لازم على السحور، وزي ما قلت لكم خلص الفول انا مش مسؤول. كده بقى حضرت طحنته بالهاند بلندر، او ممكن تهرسيه بشوكه، او ممكن في الكبه تطحنيه في الكبه، مفيش اي مشكله خالص. هنزل بقى كده بالفول بتاعي، هحط عليه شويه من الدقه الحلوه دي، وانزل عليه برضو بشويه من الطحينه، ويبقى جاهز معايا التاني طبق من الفول. بجد يعني عايزه اقول لكم ان كان طعمه خطير. يلا بقى حطوا لايك كده، وما تبخلوش عليا باللايك، حطوا لايك. قول لهم يا عاصم، عاصم بيقول لكم قاعد بياكل اهو، بيقول لكم حطوا لايك. لا هشيله، حاضر. ايه رايكم بقى في الفول الاسكندراني ده؟ وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. عملنا الطحينه، حطينا شويه بصل كده مع الفول،
طبعا لو عندك شويه مخلل حطي بقى وندوق بقى احلى طبق فول. بجد عايزه اقول لكم ان انا كنت مبسوطه قوي بطبق الفول الاسكندراني لان انا بحبه. عاصم كان بيدوق معايا طبعا لازم يدوق، عجبه طبعا الفول بس ما بحبش اللي هو الاسكندراني عشان الفلفل وكده والبصل هو بيحبوش. والفيديو النهارده يا رب يكون خفيف واستفدتوا منه كده باي معلومه، وحطوا لايك كده واكتبوا لي تعليق حلو. اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، عشان اللي جاي احلى واحلى باذن الله. هنعمل مع بعض طبعا وصفات كثيره تانية حلوه، هنعمل جولات، هنعمل كل حاجه انتوا حابينها. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، انتظروني ان شاء الله باحلى الوصفات. هتوحشوني كتير يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي.